لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. الله وبركاته. إذن مع النص الوظيفي الأول للوحدة الرابعة سوف نحاول أن نجيب عن أسئلة أتهيأ للقراءة. إذن أذكر مهن بعض معارفي. إذن بعض المعارف الذين أعرفهم سوف نحاول أن نذكر بعض مهنهم وهي متنوعة. إذن هناك من يعمل نجارا، إذن مهنة النجارة، ومهنة الصباغة صباغ للمنازل، وهناك الخرازة أو الذين يقومون بخياطة الأحذية أو كما يصطلح عليها البلغة، وهناك كذلك الميكانيكية الذي يصلح السيارات، والنقش على الزليج والذي يصطلح عليهم بالعامية الزليجية. إذن هذه هي بعض المعارف التي أعرفها لبعض الإخوان. بالنسبة للسؤال الثاني، أتحدث عن مهنة تنتشر في المنطقة التي أسكن فيها. إذن المهنة الأكثر انتشارا في المنطقة التي أسكن فيها، إذن كل واحد منكم له منطقة يسكن فيها، وفي هذه المنطقة سوف يتحدث لنا عن المهنة الأكثر انتشارا بين كل المهن. إذن هذا جواب فقط يعني غير شامل، فلكل واحد منكم إجابته الخاصة، فهو أدرى بالمنطقة التي يسكن فيها. إذن المهنة الأكثر انتشارا في المنطقة التي أسكن فيها هي صناعة الأحذية. نظرا لماذا تنتشر هذه المهنة؟ فنظرا لتوفر المواد الأولية بهذه المنطقة. مدينة فاس مثلا التي تعرف بالصنعة التقليدية. إذن بالنسبة للسؤال الأول، أصف ما أشاهده في الصور. إذن ماذا نلاحظ في الصورة الأولى؟ إذن نلاحظ جرارا يقوم بجمع المحصول. كذلك بالنسبة للصورة الثانية، إذن نلاحظ معمل لصناعة السيارات، وفي الصورة الثالثة نلاحظ ميناء لنقل البضائع عبر البحر. إذن هذه سفينة لنقل هذه البضائع. إذن الصورة الأولى تعبر عن الفلاحة، والصورة الثانية تعبر عن الصناعة، والصورة الثالثة تعبر عن التجارة. إذن السؤال الثاني، أربط كل صورة بعنصر من عناصر العنوان. إذن بالنسبة للصورة الأولى فهي الكلمة التي تقابلها هي الفلاحة في العنوان، الصورة الثانية الصناعة، والصورة الثالثة التجارة. إذن كل صورة تعبر عن محتوى معين، وقمنا بربطها بعنوان النص، الفلاحة والصناعة والتجارة. إذن السؤال الثالث، سيحكي النص حكاية أم سيعطينا معلومات؟ إذن النص الذي بين أيدينا سوف يعطينا مجموعة من المعلومات حول هذه الأصناف الثلاثة التي سوف يذكرها لنا النص، والتي يتكون منها عنوان النص، الفلاحة والصناعة والتجارة. أخيرا السؤال الرابع، أختار ما سيتحدث عنه النص. إذن هل النص سيتحدث عن الطبيعة بالمغرب؟ إذن هل انطلاقا من العنوان والصور الثلاث؟ إذن الاختيار الأولى، لا، انطلاقا من العنوان والصورة الثلاث، لا، لن يتحدث هذا النص عن الطبيعة بالمغرب. هل سيتحدث النص فقط عن الفلاحة والتجارة ويغفل العنصر الثالث وهو الصناعة؟ إذن حتى هذا الاختيار فهو غير صحيح. السياحة، إذا انطلاقا من العنوان والصورة
ليست هناك مؤشرات تدل على أن هذا النص سوف يتحدث عن السياحة. إذن بقي لنا الاختيار الأخير وهي قطاعات الاقتصاد المغربي. إذن نعم، هذا النص سوف يتحدث عن قطاعات القطاع الفلاحي والقطاع الصناعي والقطاع التجاري، وهذه القطاعات الثلاثة فهي التي تشكل ركيزة الاقتصاد المغربي، لأن الاقتصاد المغربي مبني على مجموعة من القطاعات، منها هذه القطاعات الثلاثة الأساسية: الفلاحة والصناعة والتجارة. إذن في نهاية هذا النص سوف نقوم بمعرفة هل فعلا هذا النص تكلم عن قطاعات الاقتصاد المغربي، وهذا ما سوف نراه في آخر هذا النص إن شاء الله. إذن إلى هنا نكون قد انتهينا من هذه الفقرة، وهي فقرة أتهيأ للقراءة. في الفيديو القادم إن شاء الله سوف نحاول أن نقرأ النص ونجيب عن أسئلة أفهم وأحلل. نحاول أن نقرأ هذا النص قراءة نموذجية. الفلاحة والصناعة والتجارة تتكون من ثلاث قطاعات أساسية، هي الفلاحة والصناعة والتجارة. لتطوير أطلق المغرب مجموعة من المشاريع مثل مشروع إقلاع في الصناعة، ومخطط المغرب الأخضر في الفلاحة، ومخطط تصدير في التجارة. أنا الفلاحة، إنني مهمة في الاقتصاد المغربي. يجري تحديث أنشطة الزراعية باستعمال الآلات الفلاحية العصرية من أجل توفير الأمن الغذائي لكل السكان، بدعم تتحسن ظروف عيش الفلاح الصغير، وتتنامى مشاريع التعاونيات الفلاحية لفائدة المرأة القروية، وتنتعش الثروة المائية بالاقتصاد في مياه السقي، ولا تنسوا أن مساهمتي كبيرة في التنمية. أنا الصناعة، لمنتجات سمعة جيدة في العالم. من أهم أنواع الصناعات الغذائية وصناعة النسيج والصناعات الكيميائية والصيدلية، إضافة إلى صناعات أجزاء السيارات والطائرات، كما أن منتجاتي من الصناعة التقليدية دعامة مهمة لقطاع السياحة في المغرب. لكن تواجهني مشكلة بسبب نقص مصادر الطاقة، فأنا أستورد حاجتي منها من الخارج بكلفة باهظة. إن هذا يبطئ تقدمي، ولعل الاعتماد على الطاقة الشمسية والريحية سيسرع تطوري. أنا التجارة، ألبي حاجات السكان بتوزيع المنتجات الفلاحية والصناعية في كل مناطق المغرب. تجدونني تقليدية في الأسواق الأسبوعية والدكاكين الصغيرة والعربات المتنقلة، وعصرية في المتاجر الكبرى والمتوسطة. أعاني من عجز في التعاملات مع الخارج، لأن القيمة المالية للصادرات أقل من القيمة المالية للواردات. أرجو منكم مساعدتي على عقد اتفاقيات تجارية مع مختلف دول العالم، بالخصوص مع دول إفريقيا، وتذكروا دائما أنني أحقق مداخيل كبيرة لخزينة الدولة. أنا فخور بكم أيتها القطاعات الثلاث، فأنتم تشكلون دعائمي الأساسية. قد أعتمد على مصادر أخرى لجلب العملة الصعبة، مثل السياحة وعائدات المغاربة العاملين بالخارج، إلا أنني أفهم أن لا غنى لي عن دعمكم جميعا. إذن إلى هنا نكون قد انتهينا من قراءة هذا النص. إلى اللقاء في الفيديو القادم، ومع أسئلة أفهم وأحلل.